شو اللي صار معكم يا عمو؟ كنا بالقبر، طلعنا بالقبر، كل الناس طلعت الشمال، اجت الطيارة زتت علينا رمل، بكرنا الرمل اللي كان قنابل فجرت بينا. وين كنتوا قاعدين؟ كنا اول شي رايحين على القبر، الشرطة الكهرباء نازلة على الارض، والسماء اللحام نازلة على الارض، كل شي نازل على الارض، نازلة الدور نازلة على الارض، فالاخوال دارهم نزل على الارض اربع براميل. مين استشهد؟ ولا حد، كانوا كله بالقبر. يا نسا من دون حضر حسيت في حد من اهلك جريح؟ لا بس انا هذه طفلة مرتعبة مما شاهدته من قصف مدفعي وصاروخي طيران حربي، مرتعبة مما شاهدته من جراح وآلام، وأمها التي بين يديها مجروحة، أطفال مرتعبون. حسبي الله على بشار وزمرة.